الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، كما أمرنا ربنا أن نصلي وأن نسلم عليك حين أنزل قرآنا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبكثرة الصلاة على النبي تنحل العقد وتفرج القروب وتقضى الديون بأمر رب الأرباب ومسبب الأسباب ومن بيده الحساب وهو الله سبحانه وتعالى. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ودمتم دائما على طاعة الله رب العالمين. لقاؤنا اليوم مع ملف قد فتحناه، دائما يتجدد اللقاء في كل خميس، لكي نتحدث عن سلامة القلب. ولماذا نهتم بالقلب؟ لأنه العملة الصعبة التي نبحث عنها جميعا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكما أننا الآن حديثنا عن العملة التي يتعامل بها الأفراد والدول، وحديثنا عن لغة الأرقام ولغة المال، فعلينا أيضا أن ندرك أن العملة المعتبرة بين يدي جبار السماوات والأرض وهو الله، اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب، ووجدنا أنه من الأمانة أن نبين للناس ما هي العوامل التي تساعدنا على أن نستمتع بالقلب السليم. وأنا أقول نستمتع بالقلب السليم، لأن صاحب القلب المريض لا متعة له ولا فرح له ولا سعادة له، بل هو يعيش في شقاء أبدي، لأنه خسر الدنيا والآخرة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أهل الله وخاصته هم الذين إذا ذكر اسم الله عز وجل أمامهم انتفضوا وخشعت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من أهم أسباب سلامة القلب أن نستحضر جميعا عظمة العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. استحضار عظمة الله تكون هي حقيقة الذكر والشكر، وأن يكون العبد في معية الله سبحانه وتعالى، وأن يكون معتمدا على الله، وأن يكون متوكلا على الله، وأن يلتمس النصر من الله، لأن الله قال: وما النصر إلا من عند الله. وحقيقة الذكر لله عز وجل، البعض بمفهوم سطحي متخيل أن حقيقة الذكر أن أنا أجيب سبحة وأقعد وأعد عليها، أو أصلي صلاة بيسموها صلاة التسبيح وأظل أردد وأحافظ على الهيئة الرقمية. أبدا، الإيمان ما هوش عملية رقمية زي ما البعض بيحسبه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك حقيقة الذكر أن تمتنع عن فعل كل ما يغضب الله. علشان نحظى بالقلب السليم لازم نصفر العداد بتاع السيئات، لكن الإقبال على فعل السيئة للأسف يضر بسلامة القلب. ولذلك كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد إذا ما وقعت منه المعصية أمر الله ملكا أن ينكت على قلبه نكتة سوداء، يحط له نقطة سوداء على القلب. ليه؟ لأن للمعصية شؤم، وشؤم المعصية يحول بينك وبين الله.
يعني المعصية مش مصيبتها إن أنا اكتسبت وزره وشايله على كتفي، لا، ده المصيبة الأفظع أن لها شؤم لا يرفع للعبد ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا عبادة. ليه؟ لأن الوسيلة التي نتواصل بها مع الله أصبحت معطلة. ولذلك يصدق قول النبي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدقت سيدي وحبيبي يا رسول الله، ألا وهي القلب. كم من أمم ضيعوا أعمالهم بسبب فساد قلوبهم. هناك من يحقد، هناك من يحسد، هناك من لا يتمنى الخير للناس، هناك من يظن أن المهم أن أكون أنا من الناجين وأن يذهب الناس إلى الجحيم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي درسا على مسامع الصحابة، سيدنا النبي، تعالوا معنا نعيش المشهد ده، الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وبيدي المحاضرة. ليه؟ لعل الناس أن يعودوا إلى طاعة الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دخل أعرابي حديث عهد بالإسلام، قعد يسمع كلمتين، شعر بأنه محتاج يدخل الحمام. طبعا هو لسه لم يتفقه في الدين، ومش فاهم الفرق بقى بين الطهارة والنجاسة والمقدس وغير المقدس. الراجل خد ركن كده في المسجد وبدأ يتبول. فلما شاهد الصحابة هذا المشهد غضبوا وكادوا أن يفتكوا به. ليه؟ لأنه تجرأ على أشرف بقعة على ظهر الأرض، على بيت الله سبحانه وتعالى. فما كان من رسول الله إلا أن قال له صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه آمنا مطمئنا، وهريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال النبي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف الجمال. الراجل لما لقى إن المنقذ في هذا الموقف هو النبي، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا أبدا. فقال له رسول الله: يا أخ العرب، لقد ضيقت واسعا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فاصل، وسنعود إليكم بأمر العلي الأعلى وهو الله، فانتظرونا. السيدات والسادة، عدنا إليكم من جديد كي نذكر أنفسنا بسلامة القلوب، لأن الله تبارك وتعالى جعلها شرطاً أساسياً لكي ننال بها الرضا والرضوان من العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا يجب أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، استطاع أن يؤصل لاستحضار عظمة الله عز وجل بالفهم الصحيح المنضبط لما نزل عليه من الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر ودائم الشكر. ومن علامات سلامة القلب أن العبد يحب الطاعة ويكره المعصية. لأن من الذي زين لنا الإيمان وحببه إلينا وزينه في قلوبنا؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي زين الإيمان في قلوب المؤمنين الموحدين المرابطين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقلب السليم هو القلب المقبل على الطاعة، القلب المقبل الفرح المستبشر بما عند الله سبحانه وتعالى. كان صحابة النبي يتسابقون في فعل الصالحات الباقيات من الأعمال، لدرجة إن لو واحد منهم ما معهش مال ينفق وما وأدى الصلاة اللي عليه، يعمل إيه؟ كان يسير في الشارع أو يذهب إلى الأسواق لكي يسلم على أكبر عدد من الناس، لأن في تحية الإسلام
أجر وعطاء من الله سبحانه وتعالى. الحرص على إني لما أقابلك أسلم عليك، الحرص على إنك لما تقابلني تبتسم في وجهي. إحنا النهاردة بنقول عن بعض البلاد زي الأمريكان إن هم دايما مشهورين بالابتسامة، سبحان الله، مع أنها ثقافة النبي وسنة من سنن الإسلام أن تلقى أخاك بوجه طلق. من حق المسلم على المسلم أنه يقابله بدون تكشير، بدون ما يضرب البوز التمام في وشه، ولكن يبتسم ويفرح. لماذا؟ لأنه خلق من المؤمنين من الموحدين، والله أنزل قرآنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن من أهم علامات القلب السليم أنه يحب الطاعة ويقبل على الطاعة ويلازم أهل الطاعة. وإذا علمنا أن هذه صفة من صفاته فيجب علينا أيضا أن نتعلم أنه يكره المعصية ولا يحب أن يكون عاصيا لله عز وجل. معنا مدام منى، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، عندي سؤالين. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك أول سؤال عندي، أنا بقالي فترة ما معيش أولاد، فأنا على طول الوسواس القهري شغال معايا، يعني جوزك هيتجوز عليكي مش عارفة إيه، مع أن المشكلة عند جوزي وكل يعني أهله عارفين وهو عارف إن المشكلة عنده، بس أنا بقى الشيطان دايما في الصلاة في شغلي في كل حاجة، مش عارفة يعني مش عارفة أعمل إيه. حضرتك متجوزه بقالك كتير؟ بقالي 12 سنه. 12 سنه بس انا مش عارفه هو ربنا مش بيحبني، لان انا بعمل عمليات كتير ومش بتنجح، مع ان انا الحمد لله يعني ساعات بحس ان ربنا معايا بس مش عارفه ده بقى يعني ربنا مش بيحبني ولا ايه. حاضر. طب السؤال الثاني يا مدام منى. السؤال الثاني اللي انا دايما حتى في رمضان وبصلي وبقيم الليل الحمد لله بكل شيء، ببقى نايمه وبحس ان حد بيجامعني ده على طول، فانا مش عارفه بقى اروح لشيخ بالقران ولا اعمل ايه، فانا بتضايق جدا من الموضوع ده، فانا مش عارفه اعمل ايه. حاضر، في اي اسئله اخرى؟ لا شكرا كده. شكرا يا مدام منى. مدام منى بتسال بتقول ان انا بقالي 12 سنه متزوجه ولم انجب، وده بيخلي في صراع نفسي جوايا، هي عبرت عنه بانه وسواس بيشتغل على دماغي، يا ترى ربنا راضي، يا ترى ربنا مش راضي عني انا ولا زوجي، وانا بعمل حاجه بسببها اتعرضت لكده. هنا ده هيرجعنا تاني ازاي نقيم علاقه متوازنه مع ربنا. بمعنى ايه؟ الناس متخيله ان اللي بيمرض ده ربنا غضبان عليه. لما يحصل زلزال في مكان، وده سؤال بيفتح لنا مجال واسع قوي على فكره، بنشكر مدام منى عليه. الناس متخيلة ان احنا لما بنلاقي مثلا زلزال حصل في بلد معينة او في شاطئ معين نقولك اهو علشان الفسق والفجور والعري والكلام ده. يا جماعة يجب علينا ان احنا نحتكم الى كلمات الله من الهوى وللدماغ وللامخاخ اللي ما يعلم بها الا ربنا. لا، ده ربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. واللي بيقرأ سورة العنكبوت بيلاقي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا مدام منى، أنت متخيلة أن ربنا خلقك ورزقك وإداك الصحة وإداك الجمال وإداك الزوج وإداك الأمن والأمان وإداك نعم لا حصر له، وبعدين طب ما هو بيبتدي يبتلينا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. القضية هنا يجب أن نرضى أولا عن الله، ولسه يمكن العلامة اللي احنا هنقولها من علامات القلب السليم أن نرضى عن الله. احنا دايما نقول ايه؟ يا رب ربنا يرضى عننا، ودايما المشايخ يتكلموا كلنا عايزين رضا ربنا. النهاردة في الحلقة عايزين العبد يرضى عن ربنا، علشان دي من علامات القلب السليم، أن أكون راضيا عن الله، أن أكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة بنقول الكلام ده وبنأكد عليه؟ لأن الغني غناه مش معناه رضا ربنا عليه ابدا. ده ربنا بيدي المال ويختبر بالنعم كما يختبر بالنقم. يعني المال ده
ربما يكون هو الفتنة اللي الإنسان إما إن أنا أستخدم المال في طاعة الله أو أستخدمه في معصيته. طب واحد مريض، طب وهو سيدنا أيوب لما مرض كان عاصي وربنا بيخلص منه؟ أبدا والله. ولكن القضية إيه؟ القضية أنها اختبارات من الله. طب أعمل إيه يا شيخنا؟ أصبر، أحتسب، أرضى، واخد بالأسباب. أعمل بدل العملية واحدة واثنين وثلاثة ما عنديش مشكلة، ها، واخد بالأسباب. والصبر هنا هو طريق النجاة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لأن يا مدام منى الدنيا ماشيه المعيار، ولذلك من ثقافات أهل الجاهلية إن لو واحد بيخلف يقوم يعاير اللي ما بيخلفش. سبحان الله. طب أنت اللي ضامن حياة ولادك؟ أبدا. ها، يعني أنت بشطارتك اللي أنجبت؟ أبدا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فما تاخديش إن تأخر الإنجاب إنه علامة غضب من ربنا، خدي بالأسباب. ويا مدام منى اعلمي أمر مهم، إيه هو؟ أن هذا اختبار من الله لك، فعليك أن تصبري وأن تحتسب. معنا أم إيمان، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا حجيت عن نفس عمرة. ألو؟ أيوة معاك، اتفضلي. وعايزة أعمل عمرة عن أمي، وعايزة أعملها لها الأول، هي توفت كانت مريضة، عايزة أعملها عنها الأول وبعد كده أبقى حج عنها، هل ينفع؟ طب أنت عملت عمرة الأول عن نفسك. حاضر. طيب خلينا برضو مع مدام منى، يا رب الرسالة تكون وصلت، ان انا اخد بالاسباب، ومش معنى ان تأخر الانجاب، بالعكس، ده انت اذا صبرتي ليس لك الا الجنة حتى ولو انجبت بدل الواد ثلاثة. ليه؟ لان القضية هنا ان نرضى عن الله، ان نرضى بما قسم الله. والرضا باللي ربنا قسمه مش معناه ان احنا لا نتداوى وما نروحش للطبيب، والزوج يجب عليه انه يعالج وانه يروح مره واثنين وثلاثه وياخذ بالاسباب، لان الله خلق الداء وخلق الدواء، والتداوي سنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما من داء الا وله دواء. الناحيه الثانيه بقى، السؤال الثاني سؤال غريب وعجيب. انا وانا نايمه بشعر ان في حاله جماع، والحاله دي بتاذيني. الله علمنا: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وخلينا نقول ان السؤال ده وان كان شكله بسيط الا انه بيفتح علينا ملف خطير جدا. احنا محتاجين لصدق النيه مع الله سبحانه وتعالى. احنا كائمه ومشايخ وعلماء في المساجد ما بقناش نتسئل لا عن الزكاة ولا عن الصيام ولا عن الصلاة، بنتسئل عن أهم قضيتين في المجتمع: الطلاق، عليه الطلاق بالثلاثة مش عارف كم مرة ومليون مرة، وبنتسئل عن الجن. لدرجة هحكي لكم مشهد بسيط جدا بسبب السؤال ده. وأنا قاعد في مسجدي في بداية حياتي الدعوية، وأتذكر مسجد من المساجد العتيقة في القاهرة في حي شبرا، كان دايما اللي تسأل: عندي جن وعايز الجن يطلع، عندي جن وعايز امشيه، عندي جن. فبقى خلاص ما بنتسألش لا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا عن الرقي ولا عن كيف نصل الى الله، لان دي ثقافة الخرافة المنتشرة للأسف الشديد اللي احنا محتاجين نهزمها زي النبي ما هزمها صلى الله عليه وسلم. ففي يوم دخلت واحدة فبتقول لي: انا جن. قلت لها: ايوه عارف. انا بقى ايه استعجلت، حضرتك عندي الجن وعايزاني اخرجهولك، مش هو ده الكلام اللي انتوا دايما تقولوه؟ قالت لي: لا انت فهمتني غلط، انا عندي جن مشي وعايز ارجعه تاني. ليه؟ لانه كان زوجي وبيننا معاشرة والكلام اللي احنا بنسمعه الغريب العجيب. يا جماعة، اول من تصدى للخرافة انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحالة الرؤية المنامية بتحتمل، احنا اللي بنراه في المنام بين امرين: اما ان يسمى رؤيا واما ان يسمى حلم. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. الرؤيا يعني ايه؟ كل شيء طيب فيه ما يجعل الانسان يشعر بالسعاده وانه متفائل وانه راضي وانه سعيد، اي منتشي شاف نفسه في هيئه طيبه ففرحان. النبي علمنا ايه من ادب الرؤيه الطيبه دي؟ ان احنا
نحدث كل من يحبنا من الناس. اقولها لوالدتي، اقولها لوالدي، اقولها لاخواتي، اقولها لاصحابي، انا شفت نفسي وانا بطوف حول الكعبه وعملت كذا وكذا وكذا. الشيء السيء القبيح لا يحكى. النبي قال لنا كده ليه؟ لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ما هي الا خيالات، ما هي الا تهيؤات، وكل ذلك لا علاقه له بالواقع. فبتقول لي طب الشيء ده يضايقني؟ لا يضايقني ولا الكلام ده ابدا. كل اللي علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذكار الصباح والمساء. طب افضل هيئه للنوم ايه؟ اولا ان انا اكون اديت الفرائض، يستحب ان انا اكون لو انا مش على يقين ان انا هقوم قبل الفجر بفتره اصلي ركعتين بنيه قيام الليل واصلي الشفع والوتر، واتوضا للنوم وضوئي للصلاه زي ما بتوضا للصلاه اتوضا للنوم بالظبط. وطبعا ابدا بالنوم على الشق الايمن من باب التيمن، من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي طب انا ما بحبش انام على جنب اليمين، اقول له ايه؟ ابدا زي النبي ما بدا وبعد كده تقلب زي ما انت عايز. وكان من دعاء النبي باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طب افرض ان انا اتقلبت بالليل شفت حاجه كده ولا كده ما عجبتنيش، ها لو انت قادر انك تقوم وتتوضى وتصلي ركعتين في جوف الليل. سيدنا النبي جاله جبريل وقال له واعلم يا رسول الله ان شرف المؤمن من امتك في قيام الليل، فداك ابي وامي يا رسول الله. طب انا مش هقوم، ها النبي كان بيقول ايه بقى لما يقلق من النوم؟ اللهم قد غارت النجوم وهدأت العيون وانت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم فأنم لي عيني وأرح لي عيني. احنا محتاجين ان احنا نخلي الهيئة بتاعتنا على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. ام ايمان بتقول انا عملت عمرة. معنا اسماء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذة أسماء. والله لو سمحت يا دكتور أنا بس حلمت حلم ومنزعجة منه جدا، وفي ناس فسره لي بطريقة عجيبة جدا. أنا سمح أنا حلمت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ميت وأنا شيلها على إيدي، وشبر ميت كده أو مقتول وأنا شيلها على إيدي فوق مشا بيضة وأنا شيلها على إيدي، وبعدين لقيت الرسول اتحرك وقلت الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات. بس الصوت يعلى سن. فقالوا لي فواحده فسرته قرت في الكتاب ان اللي يحلم كده يبقى ارتد عن الاسلام، هل معقول كده؟ طيب حاضر يا اسماء. الله يبارك فيك. عندك اي اسئله اخرى؟ لا الله يبارك في حضرتك. حاضر يا اسماء. ام ايمان بتقول انا عملت عمره وحب اعمل عمره لزوجي لوالدي لوالدتي لاي حد جائز ما دام انت اديتي عمره عن نفسك، ما فيش اي مشكله. اختنا اسماء بقى وهي بتسال سؤالها وبتقول ان انا شفت الرؤيا ورايت كاني احمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ولما رحت حكيت الروايه ديت لحد قال لي انت كده ارتديتي عن الاسلام. اهو ده الفكر الخرافي، بين قوسين كده هذا من افكار الجاهليه الاولى. انا هنا محتاج اقول حاجه مهمه يا جماعه. عندنا برامج بتظهر على بعض الشاشات يقول لك ايه تفسير الرؤى والاحلام والشيخ فلان قال والشيخ علان قال والكلام الهراء اللي هو ابعد ما يكون عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. على فكره يا جماعه حاجه مهمه جدا اللي يجب ان احنا نقف ونؤصل للفكر. احنا حين نتعلم ونخرج على الهواء لكي نتحدث في الدين احنا بنمتلك علم اسمه علم الفقه ودراسة للشريعة الإسلامية بكل فروعها ومشتقاتها، بنقدر ناخد السؤال وبنرجع للقواعد العلمية اللي درسناها وبنخرج الإجابة من خلال القياس. معنا أيمن اتفضل. ألو السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بسأل حضرتك بالنسبة لصلاة الجمعة، أنا رجلي تعبانة ما أقدرش أنزل أصلي الجمعة جماعة يعني كده، فبصليها في البيت بسمع
بسمع الاذان وبسمع التلفزيون قدامي واقعد اسمع الخطبه، وبعد كده بصلي معاه جماعه يعني، بصلي معاه واسجد معاه وكده، بس باجي بقى بصلي ركعتين، هو يسلم الامام يسلم، بطلع بعد كده اكمل انا الركعتين التانيين. فهل ده كده مظبوط حضرتك ولا ركعتين بس معاه واسلم معاه؟ حاضر، هجاوب حضرتك. عايز اقول لاسماء تاني ان ما هي الا اضغاث احلام، ما يعني حتى لا ترقى الى انها تكون رؤيه، وان كل اللي بي 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 بيعرض على الانسان في الرؤيه المناميه لا علاقه له لا بالحلال ولا بالحرام. سيدنا النبي قال في الحديث الصحيح المتفق عليه بين الامام البخاري ومسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يعني أنا لو أنا نايم وشفت نفسي بأسيء للقرآن أو بأسيء للسنة أو بعمل أي حاجة خزعبلية خارجة عن إطار الدين والتشريع، يا ترى دي سيئة؟ لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. كل اللي بيجرى في حالة المنام لا علاقة له لا بالحلال ولا بالحرام. احنا النبي علمنا ايه؟ لما نشوف الخير الانسان يقوم ويستبشر ويدعو الله عز وجل بمزيد من الخير ويحكي لاحبابه واصحابه. لما حاجه مفزعه وحاجه مقلقه لا يحكي ولا يتكلم، ها، ويكثر من الاستغفار ومن ذكر العلي الاعلى، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. طب انا كده عليا وزر؟ مفيش وزر، لان النبي قال ايه؟ رفع القلم عن ثلاث، واول الثلاثه اللي القلم بيترفع عنهم النائم حتى يستيقظ. معنا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. لو سمحت حضرتك، انا مسلف والدي مبلغ كبير، والمبلغ دوت اني عالم ملوش ميعاد هيرجع امتى. انت مسلفه لمين؟ مسلفه لمين؟ لوالدك. اه. وكان عندي قطعه ارض بعتها برضه. تمام. دخلت ضمن السلف ده. فالمبلغ دوت هيغيب فتره كبيره، يعني ممكن يقعد سنتين، الله اعلم رجوع هيبقى امتى. هل المبلغ ده كل سنه من رمضان لرمضان كنت متعود اطلع الزكاه من رمضان لرمضان، هل المبلغ ده يجوز عليه الزكاه الموقف في السلف عند والدي؟ حاضر، حاضر يا استاذ محمد. معاك اي اسئله اخرى؟ طيب، شكرا. أخونا بيقول إن أنا غير قادر على إني أروح المسجد وأشارك في صلاة الجمعة. إن كان الأمر كما قال، إن كان عنده عذر شرعي بمعنى أنه لا يقوى على إنه يتحرك للمسجد، ليس عليه جمعة. طب صلاتي ورا التلفزيون؟ لا، الصلاة هنا غير صحيحة ورا التلفزيون، لأن لما بنصلي ورا الإمام يشترط التتابع، إن أنا أكون وراه منتمي إليه في نفس المكان اللي هو بيصلي فيه. لكن ان انا اصلي اسمع خطبه التلفزيون ده شيء كويس جدا، انك تسمع الخطبه طالما انت كده كده ما عليكش الجمعه، فيعني حاجه محببه الى النفس، ربنا يزيدك انك تسمع الخطبه. لكن ان انا اصلي ورا الامام على انها خطبه، لا. ليه؟ لانك غير مكلف بالجمعه ما دمت من اصحاب الاعذار. هنا بقى انت يباح لحضرتك انك تصلي صلاه الظهر العاديه ولا حرج عليك، لأنك مريض وصاحب عذر. أخونا محمد إدى والده مبلغ من المال، وبيقول إن المبلغ ده على سبيل القرض، يا ترى أخرج عنه زكاة مال ولا مخرجش؟ طبعا عليك إنك تخرج زكاة المال زي ما تعودت، لأنك حين تقرض والدك أو صديقك أو أخوك، إن أنت بتقرض، قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا إيه؟ حسنا فيضاعفه له. طيب مين اللي عليه ان هو يخرج زكاة المال ده؟ صاحب المال نفسه. طب ده انا يا سيدي مديه لواحد قرض، لوالدي ولا لوالدتي ولا لاي حد. طيب ما هو انت ضامن ان المال عائد. طيب افرض ان انا ما معيش نتيجه لان المال مش معايا، والله هيبقى عذر بس بشرط، وقت ما يسد لك المبلغ هتشوف عليك زكاة سنه او اتنين، لزاما عليك أن تخرج زكاة المال. معانا أم أحمد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية يا أم أحمد.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، انا معايا مبلغ من المال احطه في البنك، بس انا عاملاه وديعه ربطاه يعني، وبعدين انا ممكن اطلع احج وكده، فابني قال لي انا هديك الفلوس من معايا، فده يجوز ولا ما يجوزش؟ يعني هو هيتكفل بكل تكاليف الحج؟ اه بس هو قال يعني انا ان شاء الله لما فلوسي افكها هديها له تاني. يعني هترجعي له الفلوس تاني؟ اه ان شاء الله. حاضر. طبعا بنقول الحج في هذه الحالة صحيح وحج مبارك ومبرور بأمر الله سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي طبعا يعني من نعم ربنا علينا ان ربنا يدينا الولد اللي بيبر أبوه وبيبر أمه، وصدق النبي حين قال أنت ومالك لأبيك، يعني لو ابني هيدفع لي ان انا أدي فريضة الحج حتى لو انا مش هرد له المال ده وهو منه على سبيل المنحة والعطية، فالحج جائز بأمر العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، ولا حرج علينا. هي دي نعم ربنا علينا اللي ربنا دايما يزكيها ويقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خلينا نحط كل الأسئلة دي جنب بعضيها ونقول سلامة القلب بتيجي منين؟ من كل الإجابات اللي احنا قلناها. لما أتصدق أنا بحظى بالقلب السليم، لما بكون ذاكر لله سبحانه وتعالى وأؤدي فريضة الحج أو العمرة أنا بحظى بالقلب السليم. ليه؟ لأن للطاعة بركة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. ما هو الاستغفار ده إيه؟ طاعة لله عز وجل. لما بعمل طاعة إيه العطاء اللي جاي لي من ربنا؟ وكيف يكون المقابل؟ إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لما بنقبل على طاعة ربنا إيه تاني بيحصل؟ الأمن القومي للنفس، الأمان، الطمأنينة. ده ربنا لما زكى المؤمنين قال إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك سيدنا النبي علمنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فاصل وسنعود إليكم بأمر العلي الأعلى وهو الله، فانتظرونا. السيدات والسادة، عدنا إليكم من جديد وأهلا بكم على طاعة الله وعلى مأدوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أم ياسين، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا اتفضل. لو سمحت، أنا جوزي توفى من 15 سنة تقريبا وساب لي بنتين وولد. تمام. والحمد لله رب العالمين، أنا بشتغل يعني ومرتبي كبير، جوزت البنات وجوزت الولد وعلمتهم على أحسن مستوى والحمد لله بفضل ربنا. الله يبارك لك. فما جيت أجوز الولد جبت له شقة تمليك وكتبت له العربية بتاعتي باسمه. تمام. البنات يعني علماهم جوزاهم على اعلى مستوى وهم مش محتاجين ماديا الحمد لله، هل انا لما اطلع المعاش ويبقى معايا فلوس فرض عليا ان انا اجيب للبنات برضو كل واحده شقه وعربيه؟ تمام. بحيث العدل يعني انا العدل عشان ربنا ما يحاسبنيش. طب يا ام ياسين، ما انت جاوبت اهو، العدل. أي انا في أي... يعني على قد ما اقدر يعني هو ده المطلوب. هل لزاما عليا ان انا بعد ما اطلع المعاش هيبقى انا هاخد مثلا مكافاه نهايه الخدمه ويبقى معايا فلوس الحمد لله؟ طيب. لازم اجيب لكل بنت شقه وعربيه؟ حاضر حاضر. خلينا نقول لام ياسين حاجه مهمه، ربنا يجزاها كل خير. وده انا ما بيعديش عليا السؤال كده لاني باخد منه اشارات، وعايز نبقى عايشين مع السؤال نطلع منه حاجات جميله. ادي المراه المصريه اللي جوزها مات وسابها، بقالها 15 سنة أرملة، قدرت تربي رجالة وقدرت أنها تربي بنات بنتشرف فيهم، والإحصائيات بتقول أن تلت الأسر المصرية اللي بينفق عليها امرأة. أدي المرأة المصرية المؤمنة المرابطة المحتسبة أجرها عند العلي الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى. معنا مراد وبعدين نكمل الإجابة على السؤال. اتفضل أستاذ مراد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. الصراحة في سؤالين. اتفضل. السؤال، أنا حاطط وديعة في البنك بيطلع لي ريع
بس مطلع على الوديعة زكاة المال. هل الريع عليه حاجة؟ يعني انت حاطط مبلغ في البنك، في البنك يطلع لي ريع يكفيني في حاجات نصرف في حاجات منها، هل ده عليه فلوس؟ عليه حاضر زكاة؟ حاضر. السؤال الثاني، المشغولات الذهبية بتاعت المرأة هل عليها زكاة؟ حاضر تمام. طيب خلينا واحنا بنجاوب على ام ياسين نقول لها حاجة مهمة جدا. ام ياسين ربت وقدرت ان هي تجوز ابنها وتجيب له عربية ومعاها البنتين التانيين، يا ترى هي مطالبة ان هي تعمل لما تاخد المكافأة تعمل مع اولادها كده؟ خلينا نقول لام ياسين حاجة مهمة، ان اللي انت عملتيه مع ابنك ان انا ادي له عربية واكتب له عقدها، ده مال حلال للولد خالص، لان هذا يعد عطية. عطية يعني ايه؟ هدية. والاسئلة الجميلة دي انا حاطط حتى النهاردة من الكلام اللي عايز اقوله لكم من علامات الحصول على القلب السليم، الهدية تهادوا تحابوا، ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا افضل هدية اللي بديها لمين؟ لابني او بنتي. طيب الضوابط الشرعية للهدية ايه بقى؟ ان انا لما ادي ابني عطية ادي ولادي الباقيين. ليه؟ علشان ما اخلقش نوع من الحزازية والنفور بين الولاد. طالما اديته حاجة مجسمة عربية ملكه، يبقى لزاما عليا ان انا برضو ايه احاول استرضي الولاد التانيين واديهم. الكلام ده جبناه منين؟ لما دخل النعمان ابن بشير على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله جئتك كي تكتب عقد بستان لأحد أبنائي، أنا معايا مجموعة من الولاد جيت لك يا رسول الله علشان تكتب عقد بستان لمين؟ لابني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل أبنائك أعطيت؟ يعني هتعمل عقد لكل واحد؟ هتدي ده بستان وده جنينة وده حديقة وده كذا؟ قال له لا، ده الولد ده يعني غالي على قلبي شوي. فغضب النبي ورفض أن يشهد وقال له اذهب وأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. جور يعني ظلم. فإحنا محتاجين نقول لها لازم نكون عندنا عدل وإحنا بنساوي في العطية، ما بنقولش للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه مش ميراث، ولكن بنحاول نراضي جميع الأبناء. معنا الأستاذ سعيد، اتفضل أستاذ سعيد. طيب على ما كلمنا تاني، على ما يرجع لنا الأستاذ سعيد، الأستاذ مراد بيقول أنا معايا مبلغ قافل بيه شهادة في البنك، طبعا في عائد على المبلغ ده، بقيمته بنخرج عن كل 1025 جنيه اللي هو ربع العشر، والله تعالى أعلى وأعلم. فنريح دماغنا، كل مال مكتنز سواء في البيت أو في البنك بخرج عن المبلغ وعن الربح العائد من المبلغ ربع العشر اللي هو 2.5%، يعني عن كل 1025 جنيه. بيقول السؤال الثاني، يا ترى المشغولات الذهبية يعني زوجتي عندها جزء من الذهب للزينة الحلي، هل في زكاة؟ بنقول ان هناك من يرى ان ما كان للزينة لا زكاة فيه، كل ما كان يلبس او يستعار، لو واحدة عندها كوليه او عندها 3-4 غوايش وهي بتلبسهم، او جارتها بتخبط عليها بتقول لها والله ده اللي لدي فرح ابني وما عنديش اي زينة لبسها، سلفيني غويشة او سلفيني الحلق بتاعك، كل ما يلبس للزينة او يستعار بتسلفه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. المبالغة بقى لو انا بشتري هو غويشة او حلق او خاتم غالي، بس بشتريه بنية ان القرش الابيض ينفع في اليوم الغريب العجيب اللي احنا بنقول عليه ده، بنقول هنا النية بقى، ما كان بنية الاستثمار فيه زكاة. بنفرق بين حاجتين يا جماعة، ما كان بنية الاستثمار او بنية استخدام. لو انا شاري عربية بمليون جنيه طالما بركبها بستخدمها لبيتي لا زكاة فيها، لكن لو هشغلها كتدر علي ربح هنا بقى بتبقى نية استثمار. لو انا شاري شقة بنية التجارة ان انا اسقعها او ان انا اجرها عليها زكاة، لو انا شاريها علشان ابني لما يكبر هيسكنها لا زكاة فيها. فمعنا الاستاذ سعيد رجع لنا، اتفضل. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، علي صوتك شوية اتفضل. ايوه يا فندم، انا دلوقتي رجلي عندي ركبتي الشمال وجعاني الف سلام، يعني ركبتي الشمال وجعاني فيها الم،
لما ارجع اصلي في جلسه التشهد الاولى وجلسه التشهد الثانيه ببقى قاعد قلقان. فدلوقتي ممكن اصلي بقف وانا اصلي اقرا الفاتحه والركعه وانا واقف واركع وانا قاعد وبعد كده في السجود بقعد على كرسي يجي لك حاجه. طيب حاضر هجاوب حضرتك يا استاذ سعيد. سؤال، السؤال الثاني يا فندم بعد اذنك معلش يعني. انا بصلي في البيت يا جماعه بزوجتي لان برضه عندها ظروف ما بتقدرش يعني تروح، يعني ما كنتش انا اشجعها على الصلاه واصلي بيها يا جماعه ما بتقدرش تصلي، ده ما بيخلينيش اروح المسجد، دي برضه فيها شيء وكان كلام ده صح. طب انت ما بتروحش المسجد عشان غير جنبي ولا ورايا؟ طب انت ما بتروحش المسجد عشان مش قادر ولا علشان زوجتك؟ لا عشان زوجتي. طب حاضر هجاوبك. عشان مش اصلي لوحديها. حاضر. فانا بقف معاها في الجماعه. حاضر. اخونا سعيد بيقول انا تعبان رجلي بتوجعني والقعده بتاعه التشهد دي بتتعبني، حاول تتخير الجلسه اللي ممكن انت تتحملها حتى تقرا التشهد، بوسعك ان تصلي جالسا سواء على كرسي او على الارض، وشفنا ان من رحمه ربنا بينا ان احنا لنا اكتر من هيئه حسب كل عذر، لدرجه ان الانسان غير القادر صحيا يقدر ان هو يصلي برمش العين، تخيل، يومئ ايماء يعني بيصلي حتى بالجفن لله سبحانه وتعالى. معانا الاستاذه امال، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي فضيلتك على عنوان الحلقه النهارده. الله يبارك لك. الله يخليك يا فندم، وانا فعلا كل ما باجي اختم القران وبقرا الايه اللي فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، جميل، الاقي نفسي جسمي بيترعش وبعيط. yeah. مش عارفه ازاي يعني احنا نرضى على رب، دي yeah. حاجه كبيره قوي طبعا، فعايزه حضرتك تشرحها لي لو سمحت. حاضر. وبرجو من حضرتك تدعي لي ولادي بالهدايه. حاضر. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يكرمك ويبارك فيكي. الحالة اللي عليها الأستاذة أمال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا ده مش ذكر الله بس، ده الآية بتقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا ورضوا عنه. فاكرين يا جماعة في رمضان لما قلنا إن لما سيدنا أبو بكر جاد بكل ما يملك، تخيل بقى لو أبو بكر عنده فيلا في الساحل وعنده عمارتين في المهندسين وعنده مش عارف ايه في الغردقة، وفجأة لقى ان النبي بيقول له يا جماعة الجيش محتاج دعم، الجيش محتاج مساندة، يقوم سيدنا ابو بكر للجماعة اللي بيقولولنا مفيش حاجة اسمها وطن، مفيش حاجة اسمها مش عارف ايه، يقوم سيدنا ابو بكر يأتي بكل ما يملك ويضعه بين يدي الحبيب محمد ويقول له يا حبيبي يا رسول الله فداك ابي وامي، هذا كل مالي، كل ما أملك من الدنيا بين يديك. يقوم سيدنا النبي يسأل أبو بكر بلسان الواثق، لإيه؟ لأن سيدنا النبي قال عن أبو بكر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول له ما أبقيت لأهلك وذويك يا أبا بكر؟ فيقول له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. الرواية تقول لك أن جبريل ينزل على قلب النبي ويقول له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ أبا بكر من ربه السلام وقل له يا أبا بكر إن الله راد عنك فهل أنت راد عن الله؟ فيقوم سيدنا أبو بكر يبكي. ما طبعا بقى ما قالكش بس وسع، ده أنا معايا كارت من ربنا، ده ربنا طالب رضايا. أبدا، يبكي ويخشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ويقول له وأن لي لا أرضى يا رسول الله، والله إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. يعني إيه نرضى عن ربنا؟ يعني نسلم بقضائه وقدره، يعني نرضى باللي ربنا قسمه، يعني نرضى بإننا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. لما ما نحسدش معناها ان احنا راضيين عن ربنا، لان لما احسد معناها ان انا بتمنى ولي النعمة من ايد مين؟ اخويا او جاري او صاحبي. لكن لما قلبي يقوى بالايمان، لما ينتصر الايمان في قلبي، اتمنى الخير للكل. ولذلك
أجمل دعوة ربنا بيقبلها إيه؟ ما كانت بصيغة الجمع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على معلم الناس الخير، وإلى لقاء قريب في يوم الخميس القادم بأمر العلي الأعلى وهو الله، فانتظرونا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.